في رؤى، عرفني انت واقف فين وانا جاي لك دلوقتي من خلال الهوا. احكي لي بقى الدنيا حواليك واحكي لي كل حاجه واستفيض. ومين بيغني؟ مين اللي بيغني جنبك؟ كل التحية ليك زميلي محمد الصاوي ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة تعقيدات النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من جنوب إفريقيا وبالتحديد العاصمة الدبلوماسية بريتوريا، مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. آخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق صن داونز يوم السبت المقبل بمشيئة الله في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا. خليني اقول لك احنا حاليا متواجدين يعني داخل مقر الفندق اللي بيقيم فيه بعثه النادي الاهلي عقب تناول لاعبين النادي الاهلي لوجبه الغداء، بعض الاحاديث والجلسات ما بين اللاعبين والحث اللاعبين والاحاديث اللي ما بين اللاعبين لضروره واهميه اللقاء والتركيز في هذا اللقاء. ايضا كان هناك بعض الاحاديث الجانبيه ما بين مستر ريني فايلر مع بعض اللاعبين عمرو السوليه او اليو ديانج او محمد الشناوي وكل اللاعبين. مستر ريني فايلر بيتكلم مع كل اللاعبين، يعني عايز اقول لك جلسات متواصله مع كل اللاعبين، اتكلم مع كل اللاعبين، كل ال20 لاعب الموجودين مع فريق النادي الاهلي، حديث مستمر من مستر ريني فايلر لكل اللاعبين، التركيز على اهميه اللقاء وحث اللاعبين دائما على اهميه هذا اللقاء ومواصله الاداء الجيد في هذا اللقاء. الجميع بيعلم واعي تماما هذا اللقاء. يعني لو استعرضنا زميلي محمد بقى سيناريو اليوم النهارده، صباحا كان المؤتمر الصحفي لبيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز ولهجه التصريحات بدات تتغير. يعني خليني برضه ان انا استفيد معاك في الكلام وهنتكلم في شقين. الصحفي الخاص ببيتسو موسيماني المدير الفني لصن تناول وسائل الاعلام للقاء، يعني النهارده بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي تكلم على ان النادي الاهلي ربح او فاز في شوط اللقاء الاول، لسه في شوط ثاني هنا في بريتوريا في لوكاس موريبي، بيمني النفس طبعا ان هو يحقق نتيجه كبيره على النادي الاهلي، وبيميل ان هو يعني عايز يعني بيتكلم ويستعرض نتيجه الموسم الماضي وانه بيحلم يعني قال الطريق لينا للوصول لمباراه نصف النهائي هو احراز سكور من الاهداف وعدد من الاهداف في شباك النادي الاهلي. تكلم ايضا عن قوه النادي الاهلي وان النادي الاهلي في لقاء الشوط الاول في القاهره كان النادي الاهلي افضل وكان النتيجه كانت متوقعه. ايضا تكلم عن النادي الاهلي وان النادي الاهلي جاي هنا بريتوريا مجرد لاقتناص ايضا، وان النادي الاهلي عنده القدره ان هو يقتنص تذكره المرور للنصف النهائي، ولكن بدا يلعب على الاوتار النفسيه للاعبين ان لعيبه صن داونز قادرين على تحقيق الانتصار وتكرار النتائج، ويتوقع ان المباراه هيبقى فيها عامل ضغط نسبي على فريق صن داونز. قال بالفعل الهدفين اللي احرزهم النادي الاهلي في لقاء الذهاب عاملين عامل ضغط شديد عليه وعلى لعيبه صن داونز، ولكن قال احنا يجب علينا ان احنا نتعامل مع هذا الامر واحنا وضعنا الخطه المناسبه لهذا الامر. الشق الثاني تناول وسائل الاعلام للمباراه، يعني النهارده سواء الصحف في بريتوريا ذا ستار او بريتوريا نيوز او بيزنس دي، يعني اكبر الثلاث صحف في بريتوريا تناولوا اللقاء، اتكلموا عن قوه اللقاء وقوه عناصر النادي الاهلي. يعني كان في مقارنه ما بين ثلاثه لاعبين في النادي الاهلي، جونيور اجايي واحمد فتحي وعلي معلول، وما يقابلهم في الجانب الاخر لاعبي صن داونز زواني وموجيكا، وعاملين مقارنات ما بين اللاعبين ان هم يكونوا العناصر الفعاله في كل فريق. اتكلموا ايضا عن قوه النادي الاهلي وان النادي الاهلي قادر على اقتناص تذكره الصعود الى النصف النهائي من هنا من بريتوريا، ولكن قالوا على موسيماني ان هو يتعامل بحنكه وبخبرته التكتيكيه مع فريق النادي الاهلي وخبرات النادي الاهلي التكتيكيه، وان هو يكون قادر على يعني التعامل مع النادي الاهلي من ممكن يلعب بخطه دفاعيه للحفاظ على نتيجه التقدم بهدفين، وعلى بيتسو موسيماني ان هو يكون قادر على التعامل مع هذه الامور. بدأوا بعملية حشد الجماهير ان الامر مش صعب جدا على الفريق صن داونز امام النادي الاهلي، ولكن قوة النادي الاهلي ونتيجة مباراة الذهاب هي من تضع الصعوبة على هذا اللقاء.
النهارده ايضا لاعبي النادي الاهلي كان ادى النادي الاهلي مرانه في تمام الساعه 3 عصرا على استاد مجمع ملاعب جامعه بريتوريا، اللي هو يعني اتكلمنا عنه كثيرا، مجمع اكثر من رائع بيضم اكثر من 18 ملعب المهيئ تماما لاستقبال، يعني مش هقول استقبال تمارين، لا مهيئ تماما لاستقبال المباريات، البنيه التحتيه، الأبور هدف في بريتوريا اكثر من رائعه. يعني مران قوي اداه لعيبه النادي الاهلي، زي ما قلنا زميلي محمد ال 20 لاعب بيضعوا مستر ريني فايلر في حيره، يعني لحد دلوقتي يعني ما تقدرش تتكلم تتوقع تشكيل اتتوقع اي امور، لان ال 20 لاعب على درجه عاليه من الجاهزيه الناحيه البدنيه الناحيه الفنيه الناحيه النفسيه كلها يعني بتبشر لعيبه جماهير النادي الاهلي، ومن خلال قناه النادي الاهلي بنطمن كل جماهير النادي الاهلي على قدره اللاعبين، ولعيبه النادي الاهلي قادره ان شاء الله على اقتناص تذكره المرور لنصف النهائي. غدا بمشيئه الله هيكون المؤتمر الصحفي الخاص بمستر ريني فايلر والنادي الاهلي، ثم الاجتماع الفني، ثم اول مران للنادي الاهلي على استاد لوكاس موريبي في تمام الساعه 3 عصرا. يعني ان شاء الله نقول كل الامور مهيئه ان شاء الله. ايضا حاله الود، انا عايز اتكلم في نقطه مهمه زميلي محمد، حاله الود والترحاب اللي احنا بنشوفها هنا في جنوب افريقيا من كل ابناء جنوب افريقيا وبريتوريا، وحبهم للنادي الاهلي واسم وقيمه مكانه النادي الاهلي، اعتقد يعني بتلقى استحسان من كافه الموجودين في البعثه المرافقه للنادي الاهلي. طيب فاروق، قول لي بقى كده الاستعداد وطمنتني، وتخضع طبعا ال 20 لاعب بيخضعوا لرؤيه الجهاز الفني ان شاء الله يختار الافضل. جوه الفندق انت واقف فين بقى؟ قول لي انت واقف فين، وان كان يسمح ان كان يسمح بانك تتجاوب بالكاميرا وعرفني انت واقف فين وانت ايه اللي وراك، انت في انهي طابق في الفندق، الكواليس اللي مفيش اي حد يعرفها غير في قناه الاهلي. كان يعني في حد بيغني، زميلي محمد بيغني، مين اللي كان بيغني جنبك يعني داخل فندق اقامه بعثه فريق النادي الاهلي؟ يعني زي ما قلت لحضرتك عقب تناول وجبه العشاء للاعبي النادي الاهلي، خلاص اللعيبه يعني الجلسات اللي ما بين اللاعبين، اللعيبه الكبار في النادي الاهلي حديثهم، يعني احمد فتحي وليد سليم ولعيبه النادي الاهلي والجميع دايما يعني على قدر المسؤول، كل اللعيبه يعني زي ما اتكلمنا ان ال 20 لاعب في حاله فنيه عاليه جدا من الجاهزيه الفنيه البدنيه، امر يعني بيدي يعني حاله من الاطمئنان، عايزين نطمن جماهير النادي الاهلي حاله من الاطمئنان لجماهير النادي الاهلي، ولكن على الجانب الاخر بيدي حاله من الحيره لمستر ريني فايلر. زي ما قلنا ال 20 لاعب سواء ال 17 لاعب او الثلاث حراس مرمى الشناوي وعلي لطفي ومحاوي مصطفى شوبير، يعني الحاله الفنيه الحاله البدنيه اللي عليها كل اللاعبين تنبئ ان شاء الله ان قدرة لعبة النادي الأهلي مش فقط على قطع تذكرة المرور لنصف النهائي، لكن إن شاء الله قدرة لعبة النادي الأهلي على الفوز على صن داونز هنا في بريتوريا. ايضا من الامور المهمه تواجد الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثه، وشفنا الحديث المستمر والاجتماعات المستمره مع مسؤولي السفاره المصريه لتهيئه كل الامور وتذليل كل العقبات للاعبي النادي الاهلي ومسؤولي البعثه المرافقه للنادي الاهلي، وايضا الافراد الجاليه المصريه والعربيه وامر دخولهم لملعب المباراه. يعني الترتيبات اللي بتتم ليست متعلقه او مقتصره فقط على البعثه او بعثه النادي الاهلي والبعثه المرافقه لفريق النادي الاهلي، ولكن ايضا يعني متعلقه بجمهور النادي الاهلي وافراد الجاليه المصريه والعربيه، اللي يعني في تواصل وفي اتصالات بتتم من جميع الدول المحيطه بجنوب افريقيا سواء من موزمبيق او من زامبيا او من ناميبيا، في اتصالات مع معالي السفير شريف عيسى من اجل الدخول لهذا اللقاء والحضور الى بريتوريا لمسانده ومؤازره فريق النادي الاهلي. ويعني زي ما تعودنا من النادي الاهلي او النادي الاهلي في اللي تم فيه لقاء الذهاب كانت المعامله من النادي الاهلي لافراد جاليه جنوب افريقيا كان دخولهم لاستاد القاهره بباسبور او جواز السفر، ده الامر اللي احنا بينتظره فريق مسؤولي النادي الاهلي ان يتم السماح لجمهور النادي الاهلي ومسؤولي وافراد الجاليه المصريه والعربيه الموجودين اللي اعتقد ان هيملأوا ان شاء الله ويكونوا متواجدين على الميعاد ان شاء الله في هذا اللقاء، يتم دخولهم ايضا بجواز السفر. دي كانت اخر الامور اللي يعني تم الترتيب ليها والتنسيق ليها، واليوم ايضا بيصل الى بريتوريا طاقم التحكيم بقياده الحكم الجنبي بكاري جسام اللي هيدير احداث اللقاء. زميلي محمد، دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس كل الاخبار لفريق النادي الاهلي هنا ببريتوريا. انا موجود معاك لو في اي استفسار او اي تساؤل.